والله خلنا نفتحها نشوف ايش عايزه. يو عاوزه كركم. انا هسه حسوني اروح اصيحه روح البيت جيران نجيب لنا كركم. خويا حسوني خويا حسوني سويت مرقه والمرقه بقت على النار. هسه تروح على ايدك البيت الجيران وتجيب لنا كركم. اهو الا اني الا اني شنو يعني انت قاعد بالبيت حضرتك ورجعك على الشمس ولا اللي ممكن بسيطة عليك تقتلوني اليوم الا اخلي لك. شكو شو انت قلت بخيك عمو حيوان عمو شو تريد؟ اي عمو انتم كلكم معزومين اهلك عمومك كلهم احمى الله والديك اي وداني اليوم اخابر عمامي وخوالي احمى الله والديك وعد قلبي حبيبي يلا الله وياك الله وياك يلا بوي كل مخابرهم اليوم ها اختي قلت لهم تعالوا كلكم وعزمناكم فلك فرق احنا منين جايبين دجاج لحم وانا قلت لك روح يلا تعالوا اليوم الغدا زين اوكلكم واشبعكم يلا مليهن ملي تعال تعال يلا دق الباب دق الباب وين الغدا وين الغدا يلا الغدا تعال وين الغدا وين الباب هات لي الباب ها هات لي الباب تعال 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 عازم الناس وانا اصلا ما قلت لك ما الله والديك عباس على هذا الغدا عبنك طيب ابن طيب على هذا الغدا اموت على هذا الغدا شنو شنو لا جبت خوال وعمامي شنو لا دقيقة شعرتكم عمي غير اخوك حسوني بس على الغدا انا غبي احنا ماكو غبي وديته على كركم جاباكم انتم ماكو غبي احنا جوعانين عفنا شغلنا وجينا تريدون الغدا اجيب لكم غدا اجيب لكم بطه ودجاج وطرش اجيب لكم اي شيء ما عليك بس تسوون هنا وهسه اجيب ما الله والديك دير اجيبكم طيبين هاي بوسه اجيبكم طيبين يا حبيبي يلا بوس خواه هذا الطيب عبوس الطيب طيب طيب انا احبك احبك احلى طيب عباس عباس مفطح عباس مفطح عباس 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 مفطح عباس 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 حبيبي عباس 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 شوية شوية هاك عبوسي هذا سلاحك هذا شنو؟ اخذ سلاحك شنو؟ وهذا سلاحك وهذا الغداء احلى غداء والديك عباس طيب شو القصة؟ هاي كذا تحكي سلام عليكم شباب احنا عائلة حسون وحمودي متابعين حسون وحمودي اضيف من عندكم اللايكات والاشتراكات جثوا على هذا الاشتراك جوا فعل الجرس يلا بابا